بس يا فانك والنعمه لاقول لامك. قاعد انت هنا مروق على الاخر. يا عم روح. الله فيه يا عم. صباح الفل يا معلم. فل ازيك. ايه اللي جابك النهارده؟ مش اجازه ولا ايه؟ نازلين لنا طوارئ يا عم عشان مركب واحد من الكبار طالعه ولازم ورقها يخلص. خدت بالي برضه. ابويا عامل مشاكل مع العتارين، قريت الحوار. الرئيس رشيدي في الشغل ما اعرفش ابوه. ولا ابنه وحياتك. ساعه على طوب الارض، عايز نمشي واسيب المينا. قلت لك يا صاحبي، انت اللي مش عايز تسافر. يا ابني اسافر اروح فين؟ يا زيك انا لو سبت البحر هموت. عارف يعني ايه؟ البحر ده عالم تاني. عالم ملوش اول من اخر. لو عشيته هتتسجن فيه بدرك. مهما يعمل فيك مش تزعل منه. حتى لو زعلت منه هيرجع يراضيك تاني. ولو فرحت بيزود لك فرحتك نسبة هوا. بس مشكلة زيك انه غدار. ممكن يحول لك كل حاجة لنوة في غمضة عين. وربنا ابوك عنده حق. انت البحر جننك. صح يا زيك. انا البحر جنني فعلا. يلا بدنا. يلا يلا. صباحو. طول عمرك وانت بتحب تلعبي مش هتكبري ابدا. ربنا يخليهولك يا رب. على فين كده؟ اعملي السمكايه. معلش بقى عندي معايا. يلا مع السلامه. مع السلامه. برضه يا حسن مش عايز تقولي الملل؟ قلت لك برضه مفيش حاجه. شويه مشاكل وتعدي وابقى احكي لك عنها. انت مش عايز تحكي لي يعني تمني عبيطه زي ما انت بتقول وبعمل حاجات كده تزعلك مني من غير مقصود؟ طب وحياه حسن عندي انا ما بيبقى قصدي. والله انت عبيطه فعلا يا بنت. انا عمري ما زعلت منك. لا انا عارفه ان انت بتعمل كده عشان انا صعبانه عليك. بس والله العظيم يا حسن انا لا بعرف اكل ولا نام ولا اشرب ولا اعمل اي حاجه طول ما انت كده متضايق. حتى حسن عليك ما بقتش صافيه زي الاول. وانا متاكده كمان ان انت لما بتقعد تضحك بتضحك كده بس عشان ابقى مبسوطه وما تزعلنيش. والنبي حقك عليا يا بنت. مفيش حاجه قدامك. شويه مشاكل، الورق بتاع الكليه، على الاعفه بتاعت الجيش، شويه مشاوير وهتخلص وخلاص. مفيش حاجه يعني. انت يعني ما انت زعلان عشان يعني شكيت فيك في موضوع شوق؟ شوق يا بنت؟ شوق مين يا بنت؟ انا عليا ما بتشوفش غيرك انت. يومات الكلام على كده خلاص يعني. انت خلاص بجد ما انت زعلان يا بنت؟ انا اصلا مش زعلان منك والله. يا عبيط. Bonjour, Your Excellency. Bonjour, يا صالح. هو أنا مش هخلص منك أبداً. حتى يوم أجازتي جاي للبيت ما ينفعش أخد يوم واحد أجازة من غير ما أشوفك. برنس غصب عني، غصب عني. أوكي. بس الحكاية زادت عن حدها. بلغني إن فؤاد شكري إيده طولت تاني على حصتنا. وعلشان ما تحركناش المرة اللي فاتت بدأ هو بنفسه يلسم بالكلام إن خلاص
كلها 2 سنتي وراسه بطول راس سعادتك. وبعدين؟ النوع ده يا اكسلانس لازم له قرصة ودن. وده وعد مني، برومس، النهارده قبل بكره اقطعها له، اعور له قدامه الاثنين، بس سعادتك اديني الاذن. ولما تقطعها له وتعور له ودانه الاثنين يسمع الكلام بايه؟ بعدين ما انت عارفني يا صالح، انا ماليش في الاذايا. والحل يا اكسلانس؟ انا اقول لك الحل ايه. بص، هو فؤاد شكري راجل طيب، طيب زياده عن اللزوم، مش عارف ان كل اللي حواليه هم اللي مغرقينه، عشان كده سيب دماغه طول دماغي، خليه يفرح بيها كام يوم، وبعد كده نطير له دماغه بودانه الاثنين، ويبقى كده احنا ما اذيناش حد. اكسلانس صحيح. يعني انا ما بتفهم حاجه، في امل ولا ما فيش امل؟ الامل دايما موجود، انا رفعت القضيه ومشيت في الاجراءات، بس لازم. بس ايه؟ ما تقوليش بس، اتكلم على طول. شوف يا حسن، انا هكون صريح معاك، احنا خدنا خطوه في القضيه دي، والخطوه دي صح 100%، وهتوصلنا اللي احنا عايزينه، بس المشكله مش في النتيجه، المشكله في وقت القضيه نفسه. بقول لك يا متر، من غير لف ودوران، انا وضعي ايه بالظبط؟ فهمني. المحاكم فيها 100,000 قضيه من النوع ده، انت عارف يا حسن القضايا دي بتقعد قد ايه؟ مش بتقعد يوم ولا يومين زي ما انت فاهم، القضايا دي بتقعد سنين. يعني انت عارف كده، بتخليني ارفع قضيه ليه؟ بتشتغلني يعني؟ انا كل حاجه بتروح، مستقبلي بيضيع، اهلي اللي عايشين يحلموا يشوفوني مهندس، اقول لهم ايه؟ اقول لابويا ايه؟ انت عارف اللي حصل ده معناه ايه؟ فاهم. لا مش فاهم. انت على فكره هتشوف لي حل، وهتشوف لي حل دلوقتي كمان. مش الا حل واحد، ان انت تراضي الدكتور بتاعك ده. يعني ايه؟ عايز نروح له؟ اذا كان رحت له قبل كده وطردني، امال بعد ما رفعت عليه القضيه هيعمل معايا ايه؟ هو لازم دلوقتي اعصابه تكون هديت، وهيقدر يعيش معاك الموضوع، وهتوصله الحل. بقول لك ايه يا ابني، انت مش هتخسر اكتر من اللي انت خسرته، جرب وشوف. صافي كفايه، انت متعرفش تلعبها. خليك في كورتك، انت خليك في كورتك. انت شايفها اصلا؟ مش باينه الكوره، مش واضحه خالص. بقول لك ايه؟ طب ما تيجي مكاني، يمكن المكان ده غلط. العب يا فوفي، العب. ماشي. ايوه اكيد هقابلك هناك، احنا ما بقيناش نتقابل الا في المناسبات. خلاص اوكي، تشاو. هو احنا مش ميعاد نومنا جه؟ بليز يا مامي، عايزه مع بابي شويه. مش هينفع كده. هو ايه اللي مش هينفع كده؟ انك تفضل معطل الولد من اول ما تدخل البيت، وانت عارف ان عنده تريننج بكره الصبح. طب ده تريننج بكره الصبح، احنا النهارده بالليل، وبعدين انا من الحق اقعد مع ابني شويه، انا ما بشوفوش. يلا يا مارو، اتس بيد تايم. شويه مارو، نسمع كلام مامي. يلا تشرب معايا درينك. درينك؟ طب ما انا عندي فكره تانية احلى، بدل ما نشرب درينك هتيجي ناكل حاجه.
حاجتين. مش دي فكرة أحلى؟ للأسف يا حبيبي عندي شغل بكرة إن شاء الله. باي يا روحي. انت فاكر كده بقى يا حبيبي انك لما هتيجي تقعد تتحايل عليا ده هيخليني ارجع في موقفي؟ ما انا برضه هتنزل على القضيه وفي الاخر برضه انت مش هتستفيد حاجه. تنزل عن ايه يا حبيبي؟ متاخر قوي. وبعدين هز طولك يا حبيبي وقوم اقف وانت بتكلمني. اوه اسمع يا بابا، اللي انا عملته معاك ده مجرد قرصه ود. قلت اسيبك كده يومين ثلاثه تفكر، يمكن العقل يرجع لك في دماغك تاني وتعرف حجم الغلط اللي انت عملته. ساعتها بس كان ممكن افكر ان انا راجع موقفي. هو ايه الغلط اللي انا عملته؟ غلط ايه؟ اولا حضرتك افتكرت ان انت اتخرجت لمجرد انك نجحت مع ان النتيجه لسه تحت ايدي، وبعد كده رايح تحط ايدك في ايد محمود عشان تتحداني بيه، وغلطت لما فكرت تروح المحاكم. انا ما رحتش محاكم يا دكتور، انا ما رحتش محاكم، انا مش عايز حاجه غير حقي وبس. انت مالكش اي حق اصلا، انت اساسا ما دخلتش كليه هندسه، انت مجرد عملت محاوله وفشلت، والفشله من امثالك بينتهوا عندي هنا. انا مش فاهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انت مفيش مره طلبت مني حاجه غير لما بعملها لك على طول. ده انا بكلمك مستقبلي، عارف يعني ايه مستقبلي؟ مستقبل ايه يالا؟ المثل بيقول لك لما الريح تكون اعلى منك لازم تتطالها. وحسن رصيدي ما بيتطيش لحد. لا هتطاطي، وهيحصل لك اكتر من كده لو ما غورتش من قدامي دلوقتي. اقول اروح فين؟ اقول اروح فين؟ بتكلم مين؟ ما بكلمش حد، انت بره. يلا يا جماعه كلنا نقول لمدام ايفين كل سنه وهي طيبه. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا ايفين، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا ايفين، سنه حلوه. ما تجيش. مفيش يا حبيبتي. اقعدي. ازيك يا علي؟ اهلا يا فاتن، ازيك؟ الحمد لله تمام. مندي مندي. مش عارفه. كنت عارفه انا عليك هنا، تحبي تقعد مع مدام ايفين؟ طبعا. خير في حاجه؟ بصراحه كنت مخنوقه شويه عشان كده عديت عليك، وقلت مش هعرف اكلمك في التليفون. ايه؟ قولي. اصل عليا ولبنى كانوا بيتكلموا معايا امبارح بيقولوا لي هو انتوا متخانقين؟ فقلت لهم لا. احنا قصدك انا وانتي؟ اصل هما بصراحه بيقعدوا يسالوا كده اسئله غريبه جدا، يعني كانوا بيقولوا لي هو انتي ودكتور علي في حاجه ما بينكم؟ وانا اصلا في تاتش بيني وبين لبنى من فتره، يعني هي بني ادمه سخيفه جدا وبتقعد تقول الكلام كده هايف وملوش اي لازمه. أنا سخيفة. أصل إحنا آخر اتنين ممكن الناس تتكلم عنهم. إحنا ما بنقعدش أصلاً. أقعد؟ لا ما أنا هروح عشان سايبة القسم لوحدي. عن إذنك. وقروا الفاتحة لأبو العباس. اسكندرية يا أجدع. ايه اللي ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه يا عم جمعة بدندن؟ بلاش أدندن يعني. واللي أنت بتعمليه اسمه دندنة، ده اسمه عايز النجدين. قال دندنة وكل واحد يمسك العود يدندن. ماشي، اتريقي عليا يا عم جمعة براحتك، اتريق. مش أحسن من الهم والغم والقرف اللي إحنا عايشين فيه؟ يا بت أنا قلبي عليك. الدندنة اللي أنت مسميها دندنة دي هتزود الهم والغم اللي أنت بتشتكي منه. شوف يا نعمة بنتي، العود ده خلق تاني من خلق ربنا. صحيح هو صوته مش حي، بس صوته استغفر الله العظيم يعني يحيي الميت. احيا عليا وعلى سنين السودة. عود ايه ده يا عم جمعه اللي يحيي الميت؟ ويحيي ليه؟ سيبه نايم ومرتاح في تربته. دور الباقي علينا احنا اللي عمالين نتنطط من الاوضه دي
للرصيف ده، من القطر اللي طالع ده للقطر اللي نازل ده، مش لاقيين حتى التراب يحن علينا زيه. خش عليك يا بنت، وعم جمعه راح فين؟ ده انت الخير والبركه كلها يا عم جمعه، ربنا يخليك ليا يا رب. بس انا عايز اعرف يعني هو اللي زيك في الدنيا ده قد ايه؟ واحد؟ اتنين؟ يا عم جمعه الناس من كتر همهم ينسيوا الطيبه اللي فيهم، واحنا شغالين مرمطون خدامين عند اللي يسوى واللي ما يسواش. لا لا ما تقوليش كده، مفيش حد يا بنتي خدام عند حد، كلنا بنخدم بعض، واللي بتقدميه النهارده باليمين بيرجع لك بكره بالشمال، في الاخر الحكايه كلها لقمه تعيش. قصدك اللقمه المر الدونك اللي احنا بندفعها مش كده؟ الله ده انت معبيه قوي بقى، ارمي الحمل يا بنتي على صاحب الحمل اللي خلقه وقسمه على ضهر خلقه، وهو في لحظة تفتكر ان ربنا خلقنا كده ورمانا في الدنيا وخلاص وقالنا نروح وكل في بعض؟ لا، قبل ما نتولد مكتوب على كل واحد فينا ساعته وشلاه. بس البني ادم مننا بقى بيستقرب، يفضل طول عمره يدور على ساعته بس. وبيلقى؟ ما يلاقيش الآن، لأنه ما بيرضاش، بيفضل قاعد مستني مستنظر، نايم نايم عايز يسمع إمتى. فهمني يا عم مصلحي، عم مصلحي قلت ايه يا عم مصلحي؟ قلت في ايه في ايه يا ابني؟ انت بقالك ساعتين عمال بترغي كده وتقولي في حواديت مانيش فاهم منها ايتها حاجة، هو ايه المطلوب بالظبط؟ ماني جايلك في الكلام يا عم مصلحي، اللي فات ده كله كان مقدمه بسيطي. طب يا ريت تخش في صلب الموضوع على طول من غير لف ودوران يا عم مصلحي. اني نويت اكمل نص ديني، ومش هلاقي ناس احسن منكم اكمل به نصه، وانتوا كمان مش هتلاقوا ابن كرم واصول زيي. نقرا الفتحه. فتحه ايه يا ابني وقفلت ايه؟ الكلام في الموضوع ده يا ابني لازم ما يتاخدش قفشه كده، مش لازم الاول نعرف انت ناوي تشتغل ايه بعد سفريتك اللي خير بالدي وجيت منها زي ما روحت؟ يا عم مصلحي دي بلد لتاته ومرهومش غير الكلام، اضحك عليك يعني واقول لك انني اللي رجعت؟ لا، انا اتعكشت زي ما بيقولوا، او نصيبي كده. اعمل ايه؟ اقعد هنا بقى ولا اشتغل ولا اعمل ايه يعني؟ تشتغل هنا طبعا، بس يعني هتشتغل في ايه؟ في الجلي. نعم؟ هو ايه اللي نعم؟ هتعمل لي فيها معلق رياضي؟ مش عارف الجلي؟ مش عارف ان انت مزارع؟ عارفها يا ابني عارفها. ايوه بس يعني هتشتغل ايه في الجلي؟ هتلمها من ورا البهايم؟ واصدرها كمان. اخويا عبد العال بيقول لي انها شغلانه حلوه قوي في ايطاليا ونفسك معانا بقى. نفسي؟ بس يا ابني هو ما بسش انت يا راجل يا سكر انت. ما بسش ولا اي حاجه. انا جاي وقاصد خير. وبنتكم مش هبهدلها معاي، وبعدين ما تعتلش هم كفه لوازم شيء الجواز، انا عايز فطنه ببقجه هدومها، وان معهاش بقجه تيجي بهدومها في ايديه وانا هتصرف. ها قلت ايه؟ يا ابني انا ما قلتش حاجه، بس الاصول بتقول ان لازم الحاجه والدتك تحضر كل الكلام ده عشان يبقى الكلام على نور. امي لازما يعني؟ ايوه لازما، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ماشي حبيبك انا عم مصلحي. ياسر ايه؟ سألت لما شفتني؟ تعال اقعد، تعال يا دكتور. انت اللي زعلان؟ ده انا اللي مفروض ازعل. علي انا قلت الصراحة، انت ما بتفهمش وما بتعرفش تتكلم يا اخي. على اساس ان دي حاجة ما تزعلش. ايه اللي يزعل؟ انا قلت لك الصراحة، فكر في اللي قلته علي، غير من نفسك يا اخي. حاضر يا دكتور، هغير من نفسي.
تشرب ايه؟ اي حاجة هشرب ايه يا سايكو؟ اتنين بيرة. نعيم يا استاذ، ما تخلي، مع الف سلامة. بعمل حسابك المرة الجاية ان الحلقة غلي. يا ريس رشيدي، يا ابو حسن. السلام عليكم يا عم عطيه. وعليكم السلام، ما تتفضل تنورني حبه في الدكان، اهو البركه ونتكلموا مع بعض كلمتين. لا معلش، اصلي دماغي مشغوله حبتين. يا راجل دول كلمتين وبس، احنا المعروف موصول ما بيننا من زمان. ماشي، بس الشيطان الله يخرب بيته، هو اللي حشر نفسه ما بيننا في النص. مش طال الا بني ادم يا عطيه لما يحود عن الصح وما يفكرش الا في نفسه بس. صح برضك انك تقفلي في مصلحتي. تاني هنرجع نعيده تاني يا عطيه؟ تاني وتالت وبالهداوه. هيعمل ايه يعني حته دور زياده في بيت زي ده؟ عافي ومتين. لا هيعمل كتير يا عطيه، هيجيب علي البيت ده وطيه، وساعتها مش هنلاقي لا نصيب في لمنا ولا مكان، ده اذا خرجنا اساسا من تحت الانقاض. ولا ما قلتلكش مش انا رحت الحي وقابلت اكبر مهندس هناك، قال لي اطمن يا اسطى عطيه، البيت اللي انتوا فيه ده يستحمل، اساساته سليمه. كمان اروح بعيد ليه؟ ما الراجل صاحب البيت ذات نفسه مش ممانع. طبعا مش ممانع، ما انت لو رميت له قرشين هيجري عليهم زي الكلب، لانه مش عايش معانا في البيت، مش هيتطربق على دماغه. انت محموق قوي كده ليه؟ انا عايز افهم، انت ورثه؟ انت حي الله زيك زي واخد لك فيه مطرح بالايجار. انا لحد دلوقتي مش عايز اعمل حاجه تضايقك، مراعي العشره والجيره. ما تزعلنيش منك يا رشيدي، لحسن انا لما بزعل بزعل. ماشي يا عطيه، انا عايزك بقى ترمي العشره والجيره دي ورا ظهرك، ماشي؟ وقسما عظما طوبه واحده هتتحط فوق البيت ده انا هوريك انا هعمل فيك ايه. يومين اللي فاتوا قطعت جزء كبير في كتابتي للروايه، بس بعد ما بصيت على اللي كتبته ما حسيتهوش، ما عجبنيش، فحذفته كله. مش هنا المشكلة، المشكلة فاتن. البنت دي بتتعامل معايا كأنها حقيقة من حقائق حياتي. أنت عارف لو طلبت مني طلب وقلت لها ما أقدرش، أو طلبت إني أخرج معاها واعتذرت، بتحسسني إن جوزها اللي سايبها تمشي في الشارع لوحدها وسط المتحرشين. البنت دي هتقفلني من فكرة الجواز عموما. صاحبي لا فالح في جواز ولا في طب ولا في كتابه ولا في حاجه خالص، انت فالح في الرغي. انت زعلت مني ليه؟ علي لما اكون مستعد اني اتكلم هتلاقيني بتكلم يا علي. حاضر. طب وبعدين؟ فعلا؟ ايه اللي ها؟ جري اكرم، انا جاي اقعد معاك واتكلم معاك ولا كل واحد كده مع نفسه سايبيني؟ ده كلام برضه يا ست الكل، ده انت تأمري، بس انت عارفه بقى الشغل ما بيرحمش. زمان كان الواحد بيشد فيشه التليفون ويريح دماغه ومحدش يعرف يوصل له، بس دلوقتي خلاص مش عارف اروح منه فين. تروح لي فين لما كنت بنيجي ونقعد ونتكلم ونرغي ومراتك تزعل وتقول لك انت واخده اكرم مني وانت تطلع منها؟ ومين قال لك بقى اني كنت بطلع منها؟ كنت بتروحي من هنا كنت انا بشوف الوش التاني على طول. اكرم نور لها وش تاني؟ انت بتسالي ولا بتتاكدي؟ يا حبيبي انا طول عمري بعاملك على انك ابني مش جوز بنتي، وانت عارف كده كويس. عارف طبعا ومصدقه جدا، بس انت ليه بتقولي كده؟ انت شايفاني اتغيرت؟ شايفه وسامعه. شايفه وسامعه، يبقى لسه بتشتكيلك. كوكي انا عمري ما هاجي عليك علشانها، بس انا شايفه انك اتغيرت فعلا مع مارو ومعاه حتى مع نفسك.
ماما انت عارفه نور بالنسبه لي ايه؟ نور هي حياتي وروحي وعمري وكل حاجه ليا في الدنيا. اقول لك على حاجه؟ انا بتحرك وانا حاطط سعادتها هي ومارو قصاد عينيا. بس اكتشفت بقى ان في اوقات كتير جدا بتبقى سعادتها دي عباره عن عربيه، سفريه، طقم الماز. وانا لو اهتميت بالتفاهات دي ابقى حلو وجميل وامور وقريب. لكن لو اهتميت بقى باللي بيدفع تكاليف الحاجات دي ابقى وحش وبعيد ونسيها وكل الحاجات اللي بتصدع بيها دماغ حضرتك. استنيني ارد عليك اقول لك ايه. انا مش عاوزك تقولي حاجه. انا عارف اللي انت عايزه تقوليه كويس قوي. بس اللي انا فيه ده كله عشان مين؟ ما هو عشانها هي ومارو. انا وهي زمان اتفقنا على اتفاق اننا لازم نبقى حاجه، وبالتالي انا كنت على قد المسؤوليه ووصلت لاكتر من اللي حلمنا بيه. بس هي بقى للاسف بحس كتير قوي انها واقفه بعيد لوحدها. الدنيا كلها بتتغير من حواليها زي ما هي اتمنت بالظبط، ومع ذلك مش عاوزه تخش بجد. مفيش حاجه ببلاش، يا اما نبقى على قد مسؤوليه اللي احنا عاوزينه يا اما نبطل نعوز. صباح الخير. الواحد لما بيصدق في حاجه قوي وبات يحلم بيها ما بيشوفش نفسه في غيرها ابدا، بتبقى خلاص كل دنيته، بيحلم ويفكر ويتحرك على اساسها. يعمل ايه لو اضطرد منها وبص لقى نفسه فجأة في دنيا تانية ما يعرفهاش ولا عارف مخبيها له ايه؟ يعمل ايه؟ يلا الله حكم واللي كان كان. ابو علي صباح الفل. صباح الفل يا ريس، وشك ولا وش القمر، كنت مدي كلمه امبارح شكلك. ولا جريت هتسيح لنا في المنع الصبح ولا ايه؟ خلاص يا عم انزل يالا. صباح الفل. صباحه. صباحه ولا انا قلت ان الحقوك هنا قبل ما تزوغ، انا عارفك مش هنعرف نجيبوك من الحته اللي تختفي فيها. خير في ايه؟ خير ان شاء الله، ربنا راضي عننا يا حسن. الراجل بتاع شركه البترول كلمني في التليفون وبيقول لي عايزك تروح له بالورق بعد يومين. اخيرا حلمي هيتحقق يا رب. طب كويس الحمد لله. ايه مالك في ايه يالا؟ مالي مفيش حاجه. لا شكلك كده مش مبسوط، ده انا قلت اول ما هنيجي ونقول لك الخبر دوت هتطير من الفرح وتتنطط. مفيش حاجه حاجه. طب هو الراجل ده ما قالكش ميعاد امتحانات اختبارات؟ امتحانات ايه واختبارات ايه؟ هو عايزك تروح زي ما انت كده بعبلك، خلاص انت فاضل لك تكه وتتعين. هو مش عايز منك حاجه خالص، هو متكفل بكل حاجه. يعني كله ماشي كويس، مفيش مشاكل خالص. الحمد لله. الحمد لله. ايه؟ شكلك كده زي ما تكون غيرت رايك. لا خالص يا حاج، غير رايي في ايه؟ انا بس يعني بوزنها في دماغي شويه. هي دي محتاجه ميزان. بقول لك يا حاج صلي بينا على النبي. عليه الصلاة والسلام. أنا شغال في المينا دي بقالي 10 سنين، الواد زيكا كلم لي حد في الهيئة، هتعين على كادر مهندسين. تاني حاجة اسمعني بس يا حاج، اسمعني مش بس كده، ده هيركب لي ال 10 سنين اللي اشتغلتهم على الملف بتاعي، عارف مرتبها هيبقى كام؟ مرتب إيه؟ تاني مينا يا حسن؟ هو أنا كنت بشقى وأجري على كحوم رجليا لما حافي عشان خاطر أخلي لك قيمة في المينا ديت، عشان أنت تفضل عايش في الطين ده هنا؟ يعني هي هتفرق إيه؟ مهندس هنا ولا هناك؟ ما كل واحد يا حاج. تفرق. تفرق عندنا يا أخي، مش عايزك تفضل هنا في المينا. وانت ما انتش شايف المهندسين يعني بيعملوا ايه؟ بقالهم ايه؟ اللي بقالوا 10 سنين، اللي بقالوا 20 سنة، خدوا ايه في الآخر؟ زي ما هما. يا ابني اللي بيدخل المينا دي بيخرج منها على ظهره. مهندس بقى، عتال، مش هتفرق. كلمة وحطها في عقلك. الفرصة لما هتجيلك مرة مش هتجيلك تاني أبدا. خلاص بقى، اللي عايزه عملهولك، ما تضايقش نفسك. وماشي عندي شغل. قوم يلا. ولا يلا يا واد، ناقص تربية والله. أوك
تشاو. انت جيتي يا نور؟ هاي، امال مامي فين؟ مامي فوق مع مارو بيلعبوا مع بعض. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ما كنتش مسافرة يعني، ده الكوافير. الكوافير، ما كنتش عارف ان الكوافير بيتأخر قوي كده. ما تأخرتش، انت اللي ما نزلتش، which is very weird. طب كويس والله انك واخدة بالك اني بحاول اعمل حاجة مختلفة. انا باخد بالي من كل حاجة. عارف، ودي اكتر حاجة بحبها فيك. بعرفك لما بتكذب علي. انا اكذب على الدنيا دي كلها، لكن عليك انت لا. واضح ان تكون انت سايقة كان الشباك مفتوح. في كم شعرة يا طارق؟ عشان كده امرتهم انهم يجيبوا لك العربية اللي كان نفسك فيها، وباللون اللي انت عايزاه، وبسواق عشان شعرك ما يترش تاني. ساعة واحدة وهتلاقيها قدام باب البيت. حبك بقى حتة عربية؟ مش ده اللي انت عاوزاه؟ لا، أنا عايزاك أنت، عايزة اهتمامك. زمان ما كانش بيعدي ساعتين إلا وتسأل عليا، دلوقتي كل واحد بينام فينا ظهره للتاني، ما بقتش تسمعني إلا لو بطلب منك حاجة، ولا تكلمني إلا عشان تقولي لأ. أنا مش عاوزة حاجة، أنا عايزاك أنت يا أكرم، عايزاك جنبي زي زمان. يلا اكبر، موت من الجوع. حاضر يا ابو علي، جاي. هتاكلي احلى سمك فيك يا اسكندريه دلوقتي. بنشوف. خش علينا بالمشوي. اي خدمه يا ابو علي. حبيبي يا كبر، تسلم ايدك يا مكبو. واضح انت بتيجي هنا كتير، متوصلين بيك قوي يا باشمهندس. امال ايه يا بت، وانا هفق في اسكندريه ولا ايه؟ اوعى تقول كده، انت سيدي الناس كلها. طب كل. انا باكل اهو. بلحظه، انت فرمت السمك. حاضر يا حسن، بالراحه. عارف يا حسن، لما بتسافر بقعد افكر كده في الايام الحلوه اللي احنا قضيناها مع بعض ديت، نفسي افضل عايشه فيها طول العمر. يا بنت ما تفكرني الايام دي هترجع وتتعاد تاني. بجد تفتكر يا حسن؟ طبعا يا ورد، انا مش عايزك تخافي، عمر الخوف والقلق ما هيغيروا حاجه. ما انت عارف يا حسن، طول عمري لوحدي، انت اللي عوضتني عن حنيه الاب. نفسي طول عمري افضل في حضنك واموت كمان في حضنك. تموتي يا بنت بعد الشر، ايه الكابه اللي انت فيها دي؟ كولي. الو، مساء الخير، المهندس حسن الرشيدي معايا؟ أنا المهندس يوسف حفني، والد المهندس محمود يوسف حفني، المعيد في هندسة القاهرة. أهلاً، إزيك يا باشمهندس؟ محمود حكالي عن وقفتك جنبه، وعن الورطة اللي تعرضت لها بالسبب ده. يا باشمهندس أنا ما عملتش حاجة، أنا عملت الواجب بس. شوف يا حسن، إحنا نتقابل في مكتبي، أول ما توصل للقاهرة كلمني عشان أقول لك العنوان. في وظيفة أنا شايف إن مفيش حد جدير بيها غيرك يا حسن. بجد يا فندم؟ ألف شكر يا باشمهندس. لا حاضر، ألف شكر، هجيلك يا باشمهندس. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس. خير، خير يا حسن. كل خير يا وش السعد عليا، أنا عايز أشيل الكوليف بيك اسكندرية كلها زي العيال الصغيرة. رومي، طب ما ناكل قوي على الأكل يا حسن. يلا امشي. بعدين يا